وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل يقول: ما هو حكم قيام المأموم قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، العلماء لهم خلاف مشهور في المذاهب في التسليم في الصلاة، نذكر واحدا واحدا. الحنفية يرون أن التسليم من الصلاة سنة لا واجب، الحنفية يرون التسليم مطلقا الأولى والثانية أنه سنة وليس بواجب، والمالكية يرون أن المشروع تسليمة واحدة، يعني يقف عند المالكية حديث عائشة عند أبي داود: السلام عليكم، تلقى ودي ثم يمين عن يمين، وهكذا الصلاة انتهت. أن المشروع تسليمة واحدة ولا تشرع التسليمة الثانية في حق الإمام والمنفرد. الشافعية وهو أحد القولين عند الحنابلة، وهو رواية عند الحنابلة، رجح ابن قدامة إلى أن الأولى واجبة والثانية مستحبة. والرواية الثانية عند الحنابلة وهو المذهب عند المتأخرين أن التسليمتين ركن. طيب إيش الراجح من هذه الأقوال؟ أن الراجح إن شاء الله عزيز أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة. إذن من قام بعد التسليمة الأولى من المأمومين انعقدت صلاته وتمت والحمد لله. واختيار الشيخ بن باز واختيار اللجنة الدائمة واختيار الشيخ بن عثيمين أنهم يرون أن من قام قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية فإن صلاته تقلب نافلة، وهذا اختار الشيخ بن الفوزان أيضا، وعليه أن يعيد الصلاة لأن خلافا من خروج من الخلاف عند العلماء. وهذا قلنا اختيار الدائمة الدائمة واختيار الشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. لكن والذي يترجح والعلم عند الله أن من قام بعد التسليمة الأولى من المأمومين فإن الصلاة تامة والحمد لله ولا شيء فيها. وصلى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.